أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت مكان لقبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وكذلك نسمع أن هناك قبراً للحسين بن علي رضي الله عنه في العراق وفي مصر، فكيف الجمع بينهما؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه دفن بدار الإمارة بالكوفة، هذا شيء معروف، المكان الذي قتل فيه استشهد فيه رضي الله عنه. والحسين قتل في كربلاء ودفن في كربلاء، ويقولون إنه نقل رأسه إلى الشام لأجل عرضه على الخليفة الأموي، لكنه ما ثبت وين دفن فيه الرأس، والظاهر أنه دفن في الشام، أما أنه في مصر هذا غلط. ولشيخ الإسلام رسالة اسمها رأس الحسين، رسالة توضح هذا الأمر، وأنه لم يذهب رأس الحسين إلى مصر، لأن الخليفة كان بالشام ما كان في مصر، وإنما هذه خرافة وأكذوبة. نعم.